السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هابي ان. هنشوف دلوقتي اوبشنز خاصة بالتعامل مع الشيب. لو انا حاطط شيبس او حاطط صور، نفس الكلام اللي هنقوله هينطبق على الصور او الشيب او اي اشكال عندي في الشرايح. لو افترضنا ان انا عندي الثلاثة شيب دول، انا بس بقربهم كده من بعض، عايز اغير في ترتيب عرضهم، بمعنى ان انا عندي دي هي اللي تعتبر قدام او على الوش، هي اللي ظاهرة، وبعدين بعدها الشيب ده وبعدها الشيب ده. خليني برضو اسحب ده كده، اخليهم كلهم فوق بعض بالشكل ده. اقدر اتحكم في اماكن وجودهم، مين يبقى ظاهر في الاول ومين وراه ومين وراه، ترتيب عرضهم. من هوم، تاب هوم، عندي كلمة ارينج. لما بضغط على ارينج بيقول لي عايز تحطهم فين. انا دلوقتي واقف على شكل منهم، عندي كذا اوبشن للحركة بتاعته. برينج تو فرونت يعني هاتوا قدام كل الاشكال اللي موجوده. لو خدت بالي من الايقونه جايب لي ان في 3 اشكال، هو هيبقى على الوش اول واحد فيهم. طيب لو اخترت سينج تو باك، خليه في الخلف وراهم كلهم، وعملت عليها كليك، هلاقيه بقى ورا ده ورا ده. طيب هقف على ده كده وهعمل معاه نفس الشيء، هرجعه لورا. بس لو انا اخترت سند تو باك هيرجعه ورا الشكلين اللي موجودين او ورا اي عدد من الاشكال موجودة عندي. لكن لو اخترت كلمة سند باك وورد هيرجعه ورا شكل واحد بس، يعني هيرجعه لي مرحلة واحدة للخلف. كليك عليها رجع ورا شكل واحد بس من الاثنين اللي موجودين. هعمل كنترول زي تراجع، انا كده رجعت تاني الشكل ده بقى هو اللي قدام. لو اخترت من هنا سند تو باك هيرجع وراهم كلهم. يبقى الفرق عندي، عشان في ناس كتير بتتلخبط بينهم، ان انا لما بختار برينج تو فرونت او سند تو باك انا بتكلم على الشكل اللي انا محدده بالنسبه لعدد كبير من الاشكال، بقول له هاته قدام كل الاشكال دي او رجعه ورا كل الاشكال دي. لكن برينج فورورد وسند باك وورد يعني رجعه لي خطوه لورا او قدمه لي خطوه لقدام، بتتعامل مع شكل واحد بس من الموجودين. والايقونه بتبين لي الفكره دي، ان انا هنا بتعامل مع الشكل اللي انا محدده وشكل تاني بس معاه، لكن هنا انا بتعامل مع عدد كبير من الاشكال. انا دلوقتي محدد دي، فلو قلت له مثلا برينج فورورد هيطلعه قدام خطوه واحده بس، قدام شكل واحد، لكن ده لسه قدام. لو عملت تراجع واخترت بقى من هنا برينج تو فرونت هاته اول واحد، هيبقى هو اول شكل في الاشكال. الفكره دي المفروض تكون واضحه في ذهننا واحنا شغالين، علشان ابقى عارف في ترتيب الاشكال بتاعي لو انا عندي اكتر من شكل او كذا شيب او اي حاجه محتاج ارتبهم بترتيب معين بستخدم الاوبشنز بتاعه الرينج. فاضل حاجه كمان محتاجين نتكلم عنها، اللي هي الاوبشنز اللي موجوده جوه عرض الشرائح اثناء عرض الشرائح. لو فتحت سلايد شو انا هعمل كليك عشان يبتدي. انا طبعا كنت عامل انيميشن لكل الاشكال دي، فبتطلع طبعا مش بالترتيب برضو، لاني ما كنت شغال فيهم بالترتيب. فكل ما بعمل كليك بيعمل لي انيميشن من اللي انا كنت حاططها او اللي انا كنت ضايفها. احنا عايزين نتعرف على مجموعة الاوبشنز اللي موجودة تحت دي. لو فتحت هنا الايقونة اللي شكلها مستطيل، هلاقي اني اقدر اتنقل منها بين الشرايح. نيكست بريفيوس، ادي الشريحة نيكست. لو رجعت منها لبريفيوس هيرجعني للي كنت فيها دلوقتي. اقدر اروح لاست فيود، اخر شريحه انا شايفها، ايا كانت بقى هي اخر شريحه، هي دي اللي احنا كنا فيها دلوقتي. اقدر اقول له جو تو سلايد، يعني روح لشريحه معينه. لو بصيت هنا دي اسامي الشرايح، اول جمله مكتوبه في كل شريحه تعتبر هي دي اسمها، فاللي انا واقف عليها ده اسمها. لو رحت على انترودكشن هلاقي انترودكشن هي العنوان بتاعها. لو رحت على فكرنا هلاقي فكرنا هي اول كلمة مكتوبة فيها، فهو بيوديني للشريحة حسب العنوان بتاعها والرقم بتاعها. ممكن اقول له جو تو سيكشن، انا كنت مقسم الملف بتاعي ده لسيكشن لفصول، ممكن اروح لسيكشن معين. ممكن اخليه يحول لي الشاشة كلها لشاشة لونها اسود بلاك سكرين او وايت سكرين. لو عملت كليك عليها لأي سبب، أنا عايز أقفل عرض الشرايح بتاعي أو عايز أخلي الشاشة بتاعتي سودا، فبختار من سكرين بلاك سكرين وبرجع منها بأن بلاك سكرين. نفس الحكاية لو عملتها وايت سكرين أقدر أخليها أن وايت سكرين. وممكن أفتح الهلب
وممكن اقفل خالص عرض الشرايح من اند شو، هيطلعني بره خالص. هرجع تاني لعرض الشرايح، عندي سهم بيوديني يمين وسهم بيوديني شمال، يعني سهم بيوديني للشريحة التالية وسهم بيوديني للشريحة السابقة. طبعا دي الترانزيشن اللي احنا كنا عاملينها. عندي كمان امكانيه اني اعمل هايلايت وانا شغال في الملف بتاعي، بس خليني اتنقل لشريحه فيها كتابه زي دي مثلا. بعمل كليك على القلم ده، بحدد منه الماوس بتاعي شكله ايه. الديفولت بتاعه ان هو سهم، ممكن اقول له اعمله لي بن قلم. ليه؟ اكون وانا مشغل عرض الشرايح ده وبعلق على الكلام اللي مكتوب فيه، عايز اعمل تحديد لحاجات معينة او عايز اعمل هايلايت لحاجات معينة في الشغل بتاعي، فاعمل بالماوس او احدد بالقلم بتاعي الحاجات اللي انا عايز اعملها. وممكن اقول له هايلايتر، يعني اعمل لي تحديد للكتابة بلون معين. انا لما بضغط بالماوس وبسحب بتتعمل قدامي، بس عشان برنامج التسجيل اللي انا مشغلاه فالاوبشن ده مش شغال معايا، لكن لما تجربوه هتعملوا كليك بالماوس وهتسحبوا هتلاقوا الاوبشنز دي شغالة معاكو، انه الهايلايت بيعمل لي زي لون على الكتابة عشان احدد او ابرز اي نص انا عايز اوضحه وانا بتكلم عليه. والقلم زي ما قلنا بيرسم معانا خط، وممكن اغير بقى لون القلم او الهايلايت اللي انا بستعمله ده، اخلي اللون بتاعه يتغير. احنا شايفين المؤشر بتاعي لونه اتغير، بس مع الاسف انا مش هقدر استعمل الاوبشن نفسه، فاحنا شايفين بس انه المؤشر لونه اتغير لاني غيرت اللون بتاعه. وممكن لو انا استعملت البن القلم او استعملت الهايلايتر وعملت تحديدات كتير وحاجات كتير وعايز اشيلها، هينور عندي اوبشن اريزر اللي هو الممحاه او الاستيكه، علشان اقدر امسح اي تحديد او اي هايلايت انا عملته على الكتابه. لو انا عايز الغيه فبعمل اريز، يعني بمسحه. وممكن لو انا عملت تحديدات كتير وعملت حاجات كتير ممكن امسحها كلها بكليك واحدة على اريز اول انك اون سلايد. فالاوبشنز دي بتساعدني على توضيح حاجات معينة في الكتابة اللي موجودة في الشرايح اثناء عمل عرض الشرايح والتعليق عليه، بس مع الاسف انا مش هقدر اجربها بشكل عملي دلوقتي بسبب برنامج التسجيل. فكده اتعرفنا على مجموعة الاوبشنز اللي موجودة هنا وازاي ممكن نستعملها. خلصنا عرض الشرايح بتاعنا، بنروح على اند شو. طيب لو انا عملت بقى برزنتيشن وخلصته وعملت كل الشغل اللي انا عايزه فيه وعايز احفظ بقى البرزنتيشن بتاعي، ايه طرق الحفظ بتاعتنا؟ طبعا العادي ان انا بعمل سيف للملف بتاعي وبحفظه، بحط له اي اسم، فهو بيتحفظ كملف باوربوينت بالاكستنشن بي بي تي اكس اللي هو الاكستنشن بتاع باوربوينت 2010. ممكن اكون عايز احفظ الملف بتاعي علشان يفتح على برنامج باوربوينت اقدم من كده، فبروح على فايل سيف از وبحدد له انا عايز احفظه بنوع ايه. ممكن اختار ان هو يفتح على زي ما قلت باوربوينت باصدارات اقدم، واخلي بالي من هنا ان هو هيجيب لي ايه الاوبشنز اللي هتقف في البرزنتيشن ومش هتكون شغاله لانها مرتبطه بالاصدار الاحدث اللي هو 2010 ومش هتشتغل على اصدارات اقدم. اخلي بالي كويس قوي من النقطه دي، لاني زي ما قلت قبل كده في الشرح ان انا ممكن اعمل شغل كتير جدا وكل ده يروح عليا لما احول الملف لاصدار اقدم. الطريقة التانية اللي عايزين نعرفها ان انا احفظه كباوربوينت شو. يعني ايه؟ يعني عرض يشتغل معايا على طول من غير ما افتح برنامج باوربوينت. وكمان الاوبشن ده بيسمح لي اني لو هدي الملف بتاعي لحد محدش يقدر يفتحه ويعدل عليه، هو هياخده ملف مقفول يشغله يشوف عرض الشرايح بتاعي بكل الاوبشنز او الاعدادات اللي انا عاملها فيه، لكن ما يقدرش يعدل عليه، هيبقى بالنسبه له ملف مقفول. انا حفظته على كده ودلوقتي شغلته من الملف اللي انا حفظته. شايفين هو قدامي مجرد سلايد شو او عرض شرايح، ما عنديش اي امكانيه للتحكم في اي حاجه فيه غير ان انا اعمل كليك على الملف اشغله وبعدين اعمل انهاء للعرض واقفل الملف، لكن ما بيكونش موجود قدامي جوه برنامج باوربوينت علشان اقدر اعدل عليه. دي ميزة ان انا احفظه كملف مقفول. باوربوينت شو. من طرق الحفظ كمان المميزة جدا في برنامج باوربوينت ان انا ممكن احفظ كل الشغل اللي انا عملته ده كملف فيديو. ازاي الكلام ده؟
احنا عارفين ان واحنا شغالين على برنامج باوربوينت ممكن اعمل الانيميشن بتاعتي او ترانزيشن اون ماوس كليك، يعني لازم اعمل كليك بالماوس. الكلام ده لو انا هعرضه على برنامج باوربوينت او هعرضه زي ما قلت دلوقتي كملف باوربوينت مقفول، لكن لو هحفظه ملف فيديو هيتعرض عندي ورا بعض على طول من غير اي تدخل من المستخدم، يعني هيبقى الملف بيتعرض قدامي زي اي ملف فيديو من غير تدخل مني بالماوس. هنروح على فايل Save and Send Create a Video، هلاقي عندي هنا الأوبشنز الخاصة بحفظ الملف كملف فيديو. عندي إمكانية إن أنا أختار الجودة بتاعته HD لو أنا عايزه ملف بجودة عالية، بس طبعا هيبقى حجمه كبير، ممكن للإنترنت ممكن للبورتابل ديفايسز، يعني تبقى بأبعاد صغيرة أوي 320x240 المناسب، أو الوسط إن أنا أعمله للإنترنت أو ميديم 640x480. بعد كده عندي الاوبشن بتاع don't use recorded timing and narration، يعني ما تستعملش التايمنج اللي انا حاطه جوه الملف، التوقيتات بتاعت الملف. امال يعمل ايه؟ نبص كده في الاوبشن اللي تحتها second to spend on each slide، يعني ياخد وقت قد ايه في كل شريحة. احنا قلنا ان الشرايح هتتعرض كملف فيديو، محدش هيتدخل في التوقيت بتاعها بانه يعمل كليك على الماوس، فهي هتتعرض ورا بعض على طول. طب نفضل على كل شريحة قد ايه؟ بحدد له الكلام ده من هنا، مثلا حطيت له 10 ثواني يبقى هيبتدي ملف الفيديو، هشوف اول شريحة 10 ثواني، ينقل على بعدها 10 ثواني، ينقل على بعدها 10 ثواني، وهكذا. بحدد له من هنا الوقت اللي هتفضل قدامي كل شريحة من الشرايح اللي انا عاملها. طبعا بنحاول نخلي الوقت ده مناسب لكمية الكتابة او الكلام اللي احنا حاطينه في الملف، علشان ندي فرصة للي هيشوف الملف ده كملف فيديو انه يلحق يقرأ الكتابة اللي موجودة فيه. فبحاول من هنا احط فترة زمنية مناسبة لكل سلايد، وبعد كده بقول له كرييت فيديو علشان يبتدي يعمل لي ملف الفيديو، وده ممكن ياخد وقت شوية حسب كمية الشغل اللي احنا عاملينها في الملف، عدد سلايدز والحركة اللي احنا عاملينها فيه، اي شغل احنا عاملينه فيه، وحسب برضو امكانيات الجهاز اللي احنا شغالين عليه. فالاوبشن ده بيدينا امكانية كويسة قوي ان انا احول الشغل بتاعي لملف فيديو. وفي هنا كمان اوبشن كرييت PDF، واحنا اتكلمنا قبل كده في شرح الوورد ازاي نحول لملف PDF. كده احنا اتكلمنا تقريبا عن كل اللي محتاجين نعرفه في برنامج باوربوينت علشان نقدر نعمل برزنتيشن بروفيشنال ونستفيد بكل الاوبشنز الجديدة اللي موجودة في باوربوينت 2010.